نتكلم عن القضية الثالثة، وخمسة وستون شخص وفي عدة مناطق من مناطق المملكة بين يماني وفلسطيني، واثنين من حملة البطاقات والبقية سعوديين. هذه الخلية لها ارتباط شديد جدا وقوي مع داعش، لها مجموعة من الأهداف: الفتنة الطائفية، استهداف رجال الأمن، واستهداف المجمعات السكنية وسجون المباحث العامة. لتحقيق هذه الأهداف لهم الحقيقة أعمال وخطوات كبيرة جدا ومتعددة لترسيخ وتحقيق هذه الأهداف. الأهداف في مجملها هي مجمل الأهداف الإرهابية اللي ممكن أي تنظيم أو أي خلية تسعى لها أو تطمح لها. فبالتالي الخطوات الخاصة بتحقيق هذه الأهداف كانت التجنيد على رأسها فكر داعش، ترسيخه ونشر هذا الفكر بشتى الوسائل. وفي سبيل هذا الفكر كان هناك لهم توجه، وكان لهم هناك اختراق للملتقيات والتجمعات الدعوية، مواقع التواصل الاجتماعي كانت لهم ساحة واسعة جدا وكبيرة. أيضا فيما يتعلق بالأوكار، تأمين الأوكار لحماية هذه العناصر الإرهابية، التدريب وهي نقطة مهمة جدا لهم واحترفوا التدريب في هذه الجزئية، الهجرة وما نطلق عليه تصدير هذا المنتج الإرهابي إلى خارج البلد، وفي النهاية جمع الأموال. في 17/5/36 تم إسقاط هذه المجموعة. إذن ما يميز هذا التنظيم تعدد الجنسيات، هو يحتوي على عدة جنسيات، وهذه نطلق عليها الشمولية، وهي أكثر في الدورة الإرهابية مفيدة، أكثر عملية الشمولية مفيدة أكثر في الدورة الإرهابية. بمعنى ذلك عدة ارتباطات، عدة آراء في التفكير، عدة انتماءات، وهنا تعزز هذه الدورة بشكل أكبر وتحقق وظائف متعددة. فيما يتعلق بالطرق الخاصة لهم لتحقيق أهدافهم، ركزنا هنا على التجنيد. هناك في تركيز كبير كان على جوانب التجنيد. تعمل هذه الخلية كمنتج، في الواقع هي أشبه بخط إنتاج هذه الخلية لعناصر التجنيد، قد لا تتوفر في خلية أخرى، لكن امتازت هذه الخلية بإنتاجها الخصب جدا للمنتمين إلى التنظيم الإرهابي.